دائمة السؤال عن أبيها الحسين، تسأل من وتسأل عمتها زينب، يا أشد الناس بعد علاقة بالحسين زينب سلام الله عليها، فكانت تسأل عمتها زينب عم أين أبي الحسين، فكانت تجيبها إن أباك في سفر طويل. كل ما سألت عنها تسليها بهذا، تسكت طفلة ما تعرف، تسكت سفر طويل سفر طويل كذا. راحوا إلى الكوفة وطلعوا من الكوفة، وشدة تعلقها بأبي الحسين تسأل عني دائما، إلى أن وصلت السبايا إلى الشام. هذا بعد ازداد شوقها إلى، صار لهم شهرا ما شافت أبيها الحسين سلام الله عليه. تعرف الإنسان لما يكون متعلق بشيء وعلى باله دائما يراه في النوم. في تلك الليلة والسبايا كنا في تلك الخربة، على الرواية المشهورة كنا في الخربة التي وضعوا فيها، وتلك الخربة كما يصفها المؤرخون لا تكنهم عن حر ولا عن برد. حتى يقول الإمام زين العابدين سلام الله تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. في تلك الليلة كانت هذه الطفلة نائمة، وإذا بها ترى أباها في النوم قد جاء عندها. كعادة كان الإمام إذا جاء يجلس بأبي وأمي ويأخذ أطفالها، الطفلة أو تلك الطفلة إذا كان عنده طفل أو طفلة، يجلسه في حجره، يضاحكه، يمسح على وجهه على رأسه، يبتسم في وجهه. فكعادته الإمام جاء وجلس بأبي وأمي، أخذ هذه الطفلة الصغيرة المفجوعة، أخذها وضعها في حجره، أخذ يتحدث معها كعادته، يبتسم في وجهها، يمسح على وجهها وعلى رأسها. الطفلة مرتاحة تبتسم في وجه أبيها. شوية وإذا بها قد انتبهت من النوم، تلتفت يمينا شمالا حواليها، وين أبوها راح ما تشوفها. صرخت حينئذ أبا حسين أبا حسين، سمعنا هالنساء، جئنا إليها. زينب بعد هي هناك، زينب بأبي وتسمع أي طفل أي طفلة يصرخ يبكي تأتي إليه. جاءت إليها زينب، بني ما دهاك بني رقية، ما الخبر؟ قالت لها عم أين أبي الحسين. أجابتها بنفس الجواب، بني أبوك في سفر طويل. قالت لها لا يا عم، إنه كان معي قبل لحظات، كان وياي. تعرف طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات، لعلها لا تفرق بين الحلم يعني بين النوم واليقظة، حسبت ان هذا كان وياها يعني باليقظة بالواقع هو حلم. فلهذا قالت لها عم كان معي ابي الحسين قبل لحظات، اين ذهب ابي الحسين؟ اريد ابي الحسين. زينب حاولت ان تسلي هذه الطفلة، تسكتها تصبرها، وهي أبدا لا تهدى، تبكي وتنادي أريد أبي الحسين. ضج حينئذ النساء والأطفال بالبكاء والعويل أذى، والطفلة تنادي أريد أبي الحسين ببكاء وعويل. يعني على صراخ الطفلة على بكاؤها بكى معها بقية النساء بقية الأطفال. زينب تحاول أن تهدئ هذه الطفلة، لم تفلح في ذلك. كان صار يعني نوع الضجة صارت في تلك الخربة، الخربة قريبة من قصر يزيد لعنه الله. وإذا به ينتبه اللعين، يسأل ما الخبر شنو صاير؟ قالوا له هذه إحدى طفلات الحسين انتبهت من نومها وهي تطلب أباها الحسين. طعر بعد أبوها مو موجود، ضجت معها بقية النساء والأطفال، هذا سبب الضجة. وإذا باللعين يقول خذوا لها الرأس لعلا تراه وتهدى، أجركم الله بينما الطفل في بكائها وتنادي وتطلب من عمتها أن ترى أبا الحسين.
إذ قد جاءوا لا بطشت مغطى بمنديل وضعوا أمامها قالت لعمتها عم زينب أنا لا أريد طعاما أريد أبي الحسن حسبت أن جايب لها طعام ليسكتوها وإذا بزينب تقول بني بني ارفع المنديل سترين أباك رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها أيوا حسينا بأية حال رضت إلى رأس أبيها رأت ذلك الرأس مخضبا بدمائه تلك الشيبة تلك الشيبة البهية مخضبة بالدماء حين أهوت على رأسي تنادي وتبكي أبا أبا من الذي قطع رأسك أبا من الذي حز وريدك أبا من الذي أيتمني على صغر سني ضجت العائلة بالبكاء الأطفال أخذوا يبكون وما زالت الطفلة تنادي أبا 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 حتى هدأ صوتها طفلة المظلوم خرت فوق راسها تقبل تصيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل نحل عظامي يا بويا وفتت احشاي اليتيم ومن تهل الدمع عيني يضربوني وانشتم جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم واصبحت بعدك ذليلة وفوق ناقة مأزلة وانحنت فوق قات شمة والدمع بالخد سفوح وعن جبين امسحت دمة وشهقت غابت الروح ودارت النسوة عليها وقامت النسوة تنوح كعبة الأحزان قامت والمدامع هاملة أخذت تنادي الطفلة أبا 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 إلى أن خمد صوتها التفت زين العابدين إلى عمة عم ارفع الطفلة عن رأس أبيها فلقد فارقت روحها الدنيا أيوا إماما وسيدا وحسينا رفعتها زينب وإذا بها قد فارقت الحياة أويلي أويلي مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين من حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحنين ودارت النسوة عليها وجدد ومات محسن وهو تسكن على جنازة اختها معولة تصيح موتك نحل عظامي وفتت للقلوب مددة والناس تتفرج علينا من الدروب لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا جيوب
والدمع قرح ولا ظل دمع لجلج نهمله وصرخة. الله ساعدها تلك البنات تلك النساء. سكينة هذه الطفلة الصغيرة تنظر إلى أختها هالطفلة قد فارقت الحياة على رأس أبيها. وصرخة نادت يا عم بالعجل ودي خباه الكربلة حتى يجينا بالفضل يحفر قبر. آه والشهيد حسين خلى يجيب كافور وسده والولد الأكبر يشوف أخته ونعشه يحمله. وإذا بزينب تأمر إحدى النساء ممن كن هناك تكفلي بأمر هذه الطفلة غسليها كفنا. فوالله لا طاقة لي على تجهيزها. المصائب ترهدت زينب بأبي وأمي. إيه أبيات الدعاء. هذه المرأة لما شرعت في تغسيل تلك الطفلة جردتها من ثيابها وإذا بها تتركها وتبتعد عنها بعيدا. وإذا بزينب تقول لها ما الخبر لماذا لا تجهزيها لماذا لا تغسليها؟ قالت سيدتي لأني أخشى أن يصيبني من مرضها لأن فيها مرض هذه. قالت وما بها؟ قالت سيدتي أرى أن أضلاعها وأكتافها ومتونها زرقاء فأخشى أن تكون مريضة يصيبني من مرضها. وإذا بزينب تنادي وحسينا تنادي ضجت معها النساء ومصيبتا. قالت لا لا ليس بها مرض ولكن هذا أثر ضرب سياط أهل الكوفة. وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود وعليها كمغردة الركب حدوا للثرى فوق. يا الله إخواننا ارفع علينا بالدعاء ونقرأ الآية تيمنا وتبركا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا كريم. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه وبحق هذه الشهيدة الطفلة الصغيرة فرج عنا يا الله. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين بالأخص من دعونا لو ملبسهم ثوب الشفاء والعافية. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان لا سيما معتقلين وسجنائنا المسجونين في سجون الظالمين. اللهم فك قيدهم أطلق سراحهم اجمع بينهم وبين أحبتهم يا كريم. رد كل غريب إلى وطنه سالما. ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان إلى أرواحهم جميعا وإلى موتى الحاضرين والمؤسسين وإلى أرواح العلماء والشهداء على الأخص روح إمامنا الراحل وشهيدنا الصدر وإلى أرواح شهدائنا الأبرار. إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. Yeah.
لسنا على الحق، إذا لا نبالي بالموت وقع علينا أو وقعنا عليه.